اول كلام بيطلع امبارح جديد بعتقد من بعض الادريان، واضح هذا عم اقول لك، مش هيك القوى بالداخل صارت تعرف انه هاي المرحله صارت لورا، بس ما بتركها كيف ما كان، بدي فاوض عليها. حكي عن بتروح على خيار ثاني، بس كمان لتروح بهذا الاتجاه هو مثل مثل شريكه بالثنائي يعني حزب الله، يريد ان يكون هنالك اتفاق سياسي كامل شامل في هذا الموضوع لما توصل له. مشان هيك بتضل هاي موجوده حماله اوجه، بتفتحها ما بتفتحها، كيف تعملها لقدام، بس بدك توصل لحتى يكون في إلى يكون في الاتمان تبعها، يعني تريد الاتمان تبعها. وبرجع بقول لك هاي المساله مرتبطه بالوضع الخارجي الاقليمي اكثر ما هي مرتبطه بالوضع الداخلي. وبرجع بكرر لك، بعتقد انا حط سليمان فرنجيه على جنب، بعتقد انه مثلا حزب الله نتيجه الاختبارات الصعبه اللي كانت خلال السنوات الماضيه، بتقلي بين جوزيف عون واي واحد من يلي انا من زمان قلت لك او ما بعرف لمين زميلك يمكن بنيو تي في، انه بين جهاد ازوركي مع منطرح جوزيف عون اكيد بيروح على جوزيف عون، هذا كلام عادوا قالوه بعدين، لمسوا منه ما في طعن، ما بيطعنك بالظهر يعني، ما عندك خطر، ما في خطر عليه، بس اكيد هو مش لالون، بس كمان مش ضدهم، هو ينتمي عقله وعقل دوله ينتمي الى اعاده بناء الدوله، وبرايي بس بدك اتمان معه، يعني بدك تفاهم، تفاهمات سياسيه كبيره وحده الامريكي قادر يعملها مع حزب الله. وهون ساعتها الرئيس بري ببطل يعني، لانه هو يريد تفاهمات داخليه، بس تفاهمات داخليه ما في محاصصه بقى، يعني بتلاقي الترتيب معه للرئيس بري. بس الاهم والاخطر والاكبر فيها او الاهم هو التفاهمات العريضه الامريكيه مع حزب الله يلي ما قابله انه تصير، لأن يعني بعد ما تخلص تفاهم نووي مع ايران، وساعتها الاجواء بتكون بلشت تصير افضل مثل ما بدي ارجع على المهله اللي ذكرتها انه لحد ايلول مهمه، مش انا هني حددوها بركي مطوا لقدام، انا بخاف من موضوع صرت التحديد، بس بركي مطوا لقدام، هني بيقالوا تحديدا للرونتري يعني اذا بدك هي الرونتري يعني العوده الدخول على المدرسه. تاخر حتى لو تاخرت هيدي المهله شوي، بس انا عم بذكر هيدي المهله ربطا يعني تنتهي ولايه قائد الجيش في كانون الاول 2004 كانون الثاني عفوا 2024 لما نوصل لهيدا التاريخ، حتى يمكن لا نحتاج الى تعديل دستوري لانتخاب قائد الجيش. بتصور يعني طالما ينتهي من مهامه ساعتها انتخابه لا يحتاج الى تعديل دستوري. ده بدك تنطرنا على قد أنا في البعض عم بيقولوا يمكن، أنا برأيي لازم تكون، ما بفتكر إذا تطورات المنطقة هذا التاريخ يتعارض مع المهل اللي عم نحكي نحن هلأ، أنه إذا مهلتها بأيلول ساعتها نحن رايحين على تعديل دستوري في حال كان هذا المسار اللي رايحين عليه، أو ممكن يتم يعني إطالة أمد الاستقرار بالشكل الحالي، أنه كمان نحن كل مرشح ليصير رئيس جمهورية برأيي بحاجة لتعديل دستوري. كيف يعني بحاجة للثلثين؟ ليه بحاجة للثلثين؟ نظريا بحاجة للخمسة وستين، بس فعليا بحاجة للثلثين. شو انت اذا عم تجي وانت يعني تقريبا نص المجلس ضدك او نص القوى ضدك، شو جاي تعمل؟